الفحوصات المستمرة، التحاليل الدورية، إجراءات ضرورية بتطلب الكشف المبكر عن السرطان بغض النظر عن نوعه. فالالتزام بالفحص يقي من الإصابة بالسرطان ويرفع نسبة شفائه. مسحة عنق الرحم بتساعد بالكشف عن احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم بالمستقبل. بطاقة عنق الرحم أو الباب سمير هي الوسيلة اللي ندرس فيها عنق الرحم للتشخيص المبكر والكشف المبكر عن السرطان. هلا بطريقنا لهالموضوع نحن بنعمل فحص نسائي، بنكشف عنق الرحم وبناخذ المسحة. لحتى تكون المسحة قابلة للدراسة لازم تكون بسماكة معينة. اللي بيعيق السماكة احيانا هو وجود ضائعات مهبلية او وجود بقايا للسائل المنوي او بقايا لتحميلة نسائية. لذلك لما نحضر البطاقة لازم ناخذ مسحة بسيطة لعنق الرحم بمسحة قطنية لتحمينا من هي الامور اللي بتعيق الدراسة، تكون صالحة للدراسة. يوصي الأطباء كل 3 سنوات بإجراء للنساء يلي أعمارهم بين 20 لل 60، وبحال وجود عوامل خطر معينة أو قصة عائلية يجب تكرار اللطخات كل سنة على الأقل للكشف المبكر عن المرض بغض النظر عن العمر.